في الناخب الوطني لو تعطينا القائمة التي كان حاضرا فيها، وهذا شيء يشرف كثيرا النخبة الوطنية ويشرف مجيد بوقرة وحتى اللاعبين كان حاضر فيها. تشاهدوا على يسار الشاشة الفقيد رحمة الله عليه بن حمودة لاعب اتحاد العاصمة والمنتخب الوطني الذي توفي في إحدى تربصات المنتخب الوطني. القائمة كانت على العموم منطقية، لا يوجد الكثير من الأسماء الغائبة ما عدا غياب في آخر لحظة الحارس بن بوط الذي شارك في العديد من تربصات المنتخب الوطني، استدعاء بعوش المدافع الأيسر لاتحاد العاصمة طبعا رفقة العوافي، خط الدفاع بقياده او حراسه المرمى شعال رحماني وقندوز، الدفاع كل من بالخيتر كداد العوافي عبد اللاوي غزاله ايضا دهيري بالعيد لعبت الاتحاد هو وردواني وبعوش ولوصيف، يعني عدد كبير من لاعبي شباب الوزداد اتحاد العاصمه ومولوديه الجزائر، بكير الدراوي ميريزاق قندوسي لاعب الوفاق الصيفي، أسامة شيتا جحنيط آدم وأيت الحاج أيضا تم استدعاءه في التربصات الأخيرة يعد أحد اكتشافات البطولة، في الهجوم بايزيد هداف أحد هدافي البطولة وأيضا هداف اتحاد خنشلة، محيوس مزيان شعيب دبيح لاعب المولودية الحمري لاعب شبيبة الصاورة، الطاهر لاعب مولودية الجزائر أيضا بالخير هذا النجم الصاعد لشباب بالوزداد، وكريم عريبي 28 لاعب سمير العماري، قائمة منطقية حسب الكثير، ورغم أنه فيه انتقادات أيضا كالعادة طبعا أي قائمة يكون فيها انتقادات. يا العموم القائمة كانت منتظرة، من جمل هاد اللاعبين هما اللي داروا مختلف المباريات، مختلف المباريات ومختلف لي ستاج اللي داروهم. انا عندي برك تحفظ على بن بوط، انا لا افهم كيفاش حارس دار كاع لا بريبا لا بيريود دو بريباراسيون صح دار، وكان اظن انه كان حارس كان اساسي ممكن انه يمر في بفتره فراغ، ولكن اخطاء التي يرتكبها مع اتحاد العاصمه في المده الاخيره ولكن حراسه المرمى هو مصر حساس. يا رضوان يا رضوان ليس من الممكن ان حارس يكون مليح وبعد ما يوليش مليح تو تاكو، سي با بوسيبل سي با بوسيبل. اون اوري دو سو روندر كونت كو بن بوط ne faisait pas l'affaire ça fait 2 mois 3 mois لكن انتما في كل مره سامر تقولوا لو ميور دو مومون دو مومون حاليا ميور دو مومون من ليكيب ناسيونال صافي 3 سيمين اللي تي اون ستاج ا ليترونجي لكن بعد اتحاد العاصمه ارتكب اخطاء ما اتحاد العاصمه واتحاد العاصمه راهي تعيش في ظروف صعبه الناس سي با لا بان نولوا عليها، ولكن انا اظن ان الحارس اللي دار معك توت لا فاز دو بريباراسيون كان يستحق مكانه في هذا الشان بغض النظر اسك هو دار غلطه او اثنين، هذا رايك شخصي. اظن ان اسي وسط ميدان تاع اتحاد سطيف، اسمح لي فكرني قندوسي موجود؟ لا ماشي قندوسي، الاخر اللي ماركي بزاف اللي تكلم عليه علي بن شيخ في الكثير من المرات، تكلم على نيميرو 26 يعني سي تون ريفيلاسيون هذا العام هذاك ثاني بارابور لي بريستاسيون تاعو ممكن يكون في القائمة، لم يستدعى تماما من قبل، يعني ما جربوش في المنتخب. هذا تساؤل، انا نقول اللاعبين اللي برزوا في البطوله الوطنيه اللي كان ممكن يكون كاين ايضا لاريير غوش تاع عالم سيو سي تري بون جوار اللي سجل مؤخرا مع فريق وثاني كاين لاعب بوعاليه تاع شبيبه القبائل اللي في الفتره الاخيره بعد عاود من بلوسيو سجل هدف جميل رائع لعب مقابلات مليحه، يعني احنا ما احنا انا نقول باللي القائمه منطقيه مي الي بيرفيكتي الوري بو اتر اونكور ميو. نعم رشيد واش رايك في هذه القائمه خاصه انه كاين بعض الانتقادات؟ نسيت لاعب برك اسمح لي برك تفضل لاعب ثاني اللي انا شفته يلعب مقام ممكن عنده السن تاعو هو لاعب طيب تاع الاربعاء. نعم انا كنت عندي كلام على لاعب طيب تاع امل الاربعاء
وفيه ايضا ديفونسور تاع عام الاربعاء، كاين تو جوار تاع عام الاربعاء اللي يلعبوا كره جميله، اعتقد بانه كانوا قادرين يتم استدعائهم. وايضا شباب قسنطينه، البعض قال بانه شباب قسنطينه يحتل المرتبه الثانيه رشيد، لماذا كاين الا الحارس رحماني فقط من شباب قسنطينه؟ البعض انتقد قال بلي هذا منتخب عاصمي كلهم من العاصمه، رغم انه لو تشوف القائمه تقريبا كاين خمس لاعبين فقط من العاصمه، يعني نتكلموا على دوري اصول اصول كي تعاود تشوف شعال من تيزي وزو، رحماني من قسنطينه، العوافي من الحروش، بالخيتر من وهران، من وهران هو ربعوش من معسكر، هيثم لوصيف من باتنا، رضواني من سطيف، كداد من الجي، غزاله من العلمه، عبد اللاوي من الجي، دهيري من الجي، دراوي من الجي، شيتا من خميس مليانه، قندوسي من غريس، جحنيت من سطيف، محمد ايت الحاج من الجي، ميريزاق من عين ارنات، بكير من البوليده، بايزيد من تقورت، فتح الله من بير الجير، دبيح من عين مليله، مزيان من المديه، محيوز من الطاهر ولايه جيجل، بالخير من وهران، وايضا عريبي من الغايه. يعني تقريبا كاين خمسه ولا او سته ماكسيموم، الغايه نقدروا نعتبروها من العاصمه، الباقي كلهم من ربوع الوطن، ماهيش منتخب كما راهم يقولوا عاصمي، ولينا في هذه الجهويه وهذا منتخب وطني. يعطيك الصحه، انا نرفض هذه الملاحظات هذه، لان هذا منتخب وطني. لو كان انا نذكره في 2011 نهار كان عبد الحق بن شيخ على راس فريق الوطني، 11 لعب من وفاق سطيف. كان الوفاق على ذاك الوفاق ثاني هذاك الوقت نقولوا باللي لا لازم منتخب صيفي كل حاجه. Moi, je vous dis, rebondir où je parle Samir et je partage totalement son avis. Samir, هذه صور اخر حصه تدريبيه اليوم في ملعب الملحق لبراقي، هذا الحصه اخر حصه اليوم اللي تم فتحها لوسلاله. الله لم تقدر تجيب ان غارديان ميور كو لوي دون لور اكتويال اون فورم. جاب لاعب عنده قريب ست شهور ولا اربع شهور ما لعبش، لعب غير جوج مباريات. شكون؟ وما شكوش في قدراته، جاب شعال من بدايه الموسم لعب جوج مباريات، لعب مع اتحاد العاصمه والبيض. هذا ما كان، هذا واش لعب هذا اللاعب؟ رشيد رشيد، يعني اليوم باش تنحي واحد وتجيب واحد لعب دو ماتش سي ان بو، لكن كان شعال كان في المنتخب، شعال كان في المنتخب المحلي ايضا. نعم اللي نعم عدد عليه شعال، سي اون فالور سيور، سي اون فالور سيور دو فوتبول الجزائري. رشيد سمح لي، مش ما يفهمناش غلط. ابسولومون احنا ما راناش ضد لي تروا غارديان اللي داو، وانا في رايي يستاهلوا، ولكن انا 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 اتكلم على لاعب غارديان دو بيت اللي دار كاع لا فاز دو بريباراسيون بعد ضحيه به، تم التضحيه به. هذه هذه راموس وكثير من الاسماء ما راحوش مع اسبانيا، ميزون با في توت لا فاز اليميناتوار مع الاسبان. مي سي شوا نو شو ديزولي دو دير باش جو اتي بلو ديريكت. كونت فوز افي ان سولدا كي ا ايتي فيت فيدال افيك فو بوندون اون اني، je ne sais pas est-ce que c'est élégant de l'enlever comme ça. لكن voilà ce que je voulais dire. لكن le ni ضد شعال ني ضد قندوز ني ضد رحماني. لا ولكن نفس الكلام قيل قبل منافسه كاس العرب بعد الاعلان عن القائمه نعطى القيامه ثاني، قال لك كيفاه اللي داروا معاه كاع لا بريباراسيون ونحاهم وجاب بالليلي وبنجاح وكذا، لانه وسعيود وبالعمري، ولكن في الاخير النتيجه انه المنتخب الوطني فاز بكاس العرب. يعني الان العبره بالنتيجه لي كونت يكونوا في الاخير. لا كومباري لين كومبارابل، احنا لا اسمح لي، في لا كومباراب بدلنا الفريق، ما ولاش فريق جزائري محلي ولا فريق وطني. كانوا لاعبين رومي كان عبد الله كلكوزان، مي لا ماجوريتي سو سون دي بروفيسيونيل اللي يلعبوا في الغالب. ناقص انا رينا فوا، انا نكمل لك برك واش راني حابه. يعني لا روبارك يعني درتها في هذا، كاين بعض اللاعبين منقوصين منافسه، منقوصين بزاف منافسه، خاصه 28 لاعب ماشي هذوما كان راح يلعبوا. شوف لو كان نهضروا محيوس عنده بزاف ما لعبش غير كيما ولا. عريبي ضيع مكانته في شباب لوجيت ولو انه استدعى للفريق الوطني الاول. لوصيف ما راهوش يلعب في السي ار بي كامل. شوفوا هذا غزاله، لا لوصيف لعب المباراه الاخيره. لا بصح ماهوش يلعب بالخيتر، هو تيتولار في السي ار بي. لا نهضروا على لوصيف، انت قلت لي لوصيف لوصيف في الاتحاد العام الجزائر. لا لا شباب الوجداد لاريير دروا العوافي اغوش وبالخيتر اغوش. كاين نوط اريير دروا راح يلعب بالخيتر او يلعب. لا 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 كاين لعب ماهوش يلعب دوك دراوي. كاين بعض اللاعبين اللي منذ اسابيع نظن باللي ما راهمش ينشطوا مع الانديه تاعهم بصفه منتظمه. هذا يعني يكون مشكل
خاصة في القاطرة الأمامية رضوان. ما عندناش لي زافون سونتر. لي دو زافون سونتر ما راهمش. عندك بايزيد. أه؟ بايزيد وهداف البطولة. اسكو بايزيد راه يلعب تيتولار رضوان. هذا الإشكال. حنا نعرفوا باللي بوكرا يلعب دائما محيوس ولا عريبي. عريبي. محيوس ولا عريبي سي فري بروغريسيفمون ماهمش يلعبوا لكن بداو يوليو. خلينا نروحوا لعلي بن شيخ، كيف تعلق على هذه القائمة التي أثارت الكثير من الجدل ولو انه العبره بالحكم يكون في نهايه البطوله؟ لا لا باردون عليه برك هادي لوسيف سما حبيت نقول لك لوسيف في اتحاد العاصمه رضواني اللي يلعب لوسيف يراو ميزونتي ايزونتي كونفوكي لي دو كاين رضواني وكاين لوسيف سي رضواني اللي يلعب في اتحاد العاصمه ماشي لوسيف. هي القائمه فيها 28 وليس 22 يعني قائمه تقريبا موسعه ابسوليمون سي دي دوبلور فوالا سي دي دوبلور الله غير دوختني كي قلت سمعت قلت عم يقولوا بلي هاد الفريق جا من العاصمة فريق عاصمي صح عم يقولوا منتخب عاصمي كلام كثير واش عليه ينجموا يقولوا لنا باك ليكيب ا ولا عاصمي قالنا ليكيب ا كانت بالعمري وسليماني من العاصمه يقولوا لنا قالنا الاخرين منين ما تكلموش غير على الشان قولوا لنا منين هذه وحده انا نجم نقول لك سوي داكور مع جماعه الغارديان بيت غارديان بيت اللي يدير معك سنه هو الاخر من بعد يلعب ماتش ولا زوج في كلب تاعو يجوز اكوتي ما تعاودش تقيلو انا ما شتهاش هذه على كل حال وهادي لونترينور اللي ليبر دو شوازير بصح لو نيميرو 26 هذاك كومبرون با علاش ما عيطلوش بوندون كاع هاد لا بيريود وشفناه بلي لعف لاباس عليه فكرنا في الاسم هذا ما كان نبحثوا دوك دوك نعاود هذا واش قلت وهذه تولي المسؤوليه استدعاء لاعب مؤخرا بلص ايت الحاج للمنتخب ما كانش مع المنتخب هو وبكي وهو وايضا لاعب شباب الوزداد لوشن بالخير اسكي اون بون شوز دو شوف بون جوور جون جوور بليتو جوور دو شون بوندون ان او لا ان او ادمي ينجم يخرج واحد ولا زوج او ثلاثه يوليو في المستوى اوبليجي تسقيلهم كيما الحراس كيما الحراس يقعد عام هو معاك ومن بعد يلعب في ليكيب تاعو ماتش ولا زوج ما يكونش مليح تسقيلوش من بعد عاديه نو لو كان لعب توت دو موا تروا موا هو اكوتي وي مي ماتش ولا زوج ولكن هنا يفو ليسي لو شوا المدرب هو متحمل المسؤوليه سي ابريل الشان هادي اللي اون كونستانتون لاعبين بعد ما نشوفوهم اللي يلعبوا اللي ما يمدوش ولا ما داروش مليح ولا نجمو نقولوا لو كان هذاك كان احسن او لا ولا نجح ودار الكاس هذا تاع الشان ما نجمو نقولوا له والو نقولوا له تبارك الله فيك لكن على العموم انت كيفاش تشوف القائمه هل بامكان هذه القائمه احراز هذه الكاس الغاليه؟ والله غير لا ليست نقول لك صح انا ما نكذبش على خوتنا ما نعرفهمش كاع نعرف شويه كالكوزا اللي شفتهم صح كاينين ولي وكالكوزا كيما منهم 26 وروح قالنا ما زقالهمش هادو نعمي الورس ما نعرفهمش جو في كونفيونس الونترينور الونترينور رشيد عباد الحديث على هذه القائمه يجرنا مباشره لل 11 رونترون هل سيجد بوغرا سيجد صعوبه في تكوين ال 11 لاعب اساسي بنظر الى ان القائمه تاع 28 يعيشوا انصومبل بوندون تقريبا شهر لانهم استاجوا بدا ديجا ويقعد حتى ان شاء الله نوصلوا للنهائي يوم 4 فبراير هل راح تكون فيه ما تخافش يكون فيه ربما اللاعبين اللي يكونوا دائما في الاحتياط ولا في تريبين يفقدوا هذاك ولا بالعكس لازم تكون المجموعه كلها متكامله وكل واحد ينتظر دوره في هذه المواجهه لاعب نظن شوف رضواني نعم ركناوي نظن في هذا لان باش برك باش ننوروا الجمهور الكريم اللي من سبتمبر لحد الان الفريق الوطني مع بوغرا لعب 10 مباريات وديه نعم. هذا مهم جدا يعني 10 مباريات من الدوري سي كونسيستون كومون دي ماتش في 4 موا سي امبورطون دونك في هذا 12 ماتش 9 ماتش والديزيام ماتش نهار السبت مع 10 مش 12 10 مباريات 10 مباريات وديه من سبتمبر 12 طرابلس 12 طرابلس من سبتمبر لهنا يعني في هذا 4 شهور هذا واش خلى الناخب الوطني مجيد بوغرا
يسي كاع لي فاريونت ويسي كاع اللاعبين ويضبط الفريق اللي رايح ابوبري راهو في دهنو الفريق يعني اللي راح يلعب بالشان راهو في دهنو لكن في بعض الاحيان اللي اوبليجي دو فار رونطري ان او دو جوار بور لي فوار هذا مهم جدا في هاد لا بيريود هادي نظن باللي الى اريتي لا استراتيجي تاعو اللي رايح باش يلعب بها الشان نظن كما تفضلت وقلت اللاعبين على هاد الشان سيتون شانس إنوي pour le joueur local. لماذا؟ بارك الله فيك. اللاعبين راحين يفون سو ترونسوندي باش ربما يخبطوا في 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 عينين الناخب الوطني الأول. لا وأيضا ممكن يكونوا فيها دي ريكروتور ممكن يروحوا يلعبوا في الخارج باش يكونوا دي ريكروتور. نعم يكونوا دي ريكروتور سي ايفيدون في هذه كوب دافريك هادو دائما يكونوا ريكروتور لكن هذه فرصة مهمة جدا للاعب المحلي باش يفرض نفسه ربما راح تكون عنده مكانة للفريق الأول تاعه.